وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلي المستشار الاقتصادي ومدقق الحسابات الأستاذ عمر فندي. مساء الخير أستاذ عمر، أريد أن أبدأ معك من يعني أسعار السيارات الكهربائية مقابل التوفير التي تمنحها هذه السيارات لصاحبها، هل هذه الأسعار مبررة بتقديرك؟ مساء النور شاف. طبعا اتباعا لكل موضوع الثورة الكهربائية بسميها أنا والاهتمام في البيئة، أوروبا التزمت أنه حتى سنة 2030 توقف صناعة السيارات البنزين والسولر وتكون كل السيارات على كهرباء. طبعا اوروبا المبادره تبعتها هاي كثير مهمه، وشفنا انه عم تنتقل شوي شوي طبعا للانتقال ومدى العبور من السيارات اللي هي على طاقه حراريه لطاقه كهربائيه حسب تدريج الدوله من عالم اول لعالم ثاني ثالث رابع. احنا للاسف مع الدول اللي هي بعدها بتآمن في الطاقة الحرارية، وانتقالنا للسيارات الكهربائية بطيء. لحتى اليوم احنا لم نتعدى 4% بالنسبة للسيارات الحرارية. ولماذا هذه النسبة أستاذ عمر؟ يعني مع أنه كما سمعنا في تقرير الزميلة سماح، يعني بتنا نعرف أيضا جميعا أنه البنوك تقدم تسهيلات ربما بكل ما يخص موضوع يعني القروض مقابل شراء السيارات، وربما هي القروض الأسهل بالنسبة لي يعني المواطنين، كيف تفسر ذلك؟ هي بما أنه شيء جديد فالناس بتخاف منه. أنا شخصياً من الناس اللي صار لي 3 سنين مع سيارة اللي فيها كهرباء وبنزين وكتير مرتاح وكتير مبسوط، بشجع الجميع طبعاً على من تجربتي الخاصة. التوفير من سيارة كهربائية إلى سيارة عادية بيكون مش بس بالوقود وإنما في كمان في صيانة السيارة. السيارة الكهربائية ما فيها خراب مثل السيارة الحرارية، السيارة الحرارية بحاجة لعدة أجهزة بالإضافة للمشعل اللي فيها حتى تقدر تمشي السيارة، بالسيارة الكهربائية ما في هذيك الأجهزة، فخرابها بيكون بكثير أقل. توفير في الصيانة بيكون حوالي من 8 إلى 12 ألف في السنة، زائد التوفير في سعر البنزين نفسه، لأنه السيارة الكهربائية تستهلك إذا كانت كهربائية كاملة ففيش إنها بنزين، وإذا كانت كهربائية إذا كانت بلاك إن أو هايبريد بيكون استهلاكها للبنزين بكثير أقل. الإضافات الثانية تسهيلات اللي ممكن تأخذها هي التخفيضات ضريبية بالأساس لكل اللي بيستعملوا سيارة كهربائية أو هايبريد أو بلاك إن، بأخذوا تخفيضات ضريبية في السيارة هاي، زائد أنه في ممكن نلاقي بلديات اللي تمنح حق وقوف الخط الأزرق والأبيض مجانا للسيارات الكهربائية من أجل دعم أنه يكون في جو نقي في هذه البلدات. صحيح، إذن كل هذه التسهيلات لهذا الهدف. أستاذ عمر، أيضا في الأشهر الأخيرة نشرت تقارير التي يعني تؤكد أنه شراء السيارات في البلاد بارتفاع مستمر، وهنالك فعليا إقبال مستمر من قبل المواطنين بشراء المزيد من السيارات وربما بنسب مفاجئة ومرتفعة. هل بنظرة مستقبلية تعتقد أنه يعني سيتحول ربما المشتري من شراء السيارات العادية إلى السيارات الكهربائية التي ذكرتها لأجل كل هذه الجوانب الإيجابية ربما؟ طبعا أكيد إحنا راح ننتقل شوي شوي. طبعا أنا حكيت أنه نسبة اقتناء سيارات كهربائية في الدول الأوروبية والدول المتقدمة أكثر من الدول العالم الثالث بالأساس، مع احنا قروب لما بنتقرب لسنة 2030 راح نلاقي انه راح يكون في نقص شديد في سيارات البنزين، مع غلاء اسعار الوقود راح تقل شراءنا للسيارات هاي. انا بفكر انه بسبب ازمات السير الموجوده والاختناقات الموجوده اسهل بكثير نستعمل سياره كهربائيه وارخص بكثير نستعمل سيارات كهربائيه. الفتره اللي راح تمرق راح تثبت انه الصيانه
للسيارة الكهربائية أقل بكثير، وكل مخاوف الناس الموجودة فيها هي مخاوف زي أي منتج جديد بنزل على السوق. وكل بنشوف إحنا من كل سنة وسنة عم بتحسن إنتاج السيارات هاي، وعم تطلع تكنولوجيا جديدة اللي توفر بالصناعات وتسهل عملية سير السيارات هاي بشكل كبير، وتسهل عملية شحن السيارات. ونشوف انه كمان في إمكانية شحنها مش بس في البيت او في محل مكان العمل، وانما في الاماكن العامه. شفنا صرنا نشوف انه في المجمعات التجاريه بنلاقي مواقف خاصه للسيارات للشحن. هاي الشحن بنحكي على نفس كميه الطاقه اللي ممكن نستهلكها في البنزين وممكن نستهلكها في الكهرباء، الفرق كبير. يعني ممكن محل انا 500 شيكل اشحن ب 30 شيكل. اذا هو توفير يعني على كافه، هو توفير على كافة الأصعدة، وكما ذكرنا جملة من التسهيلات تقدم أيضا لسائقي هذه السيارات. المستشار الاقتصادي ومدقق الحسابات عمر فندي، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة. شكرا لك.